أهلا بكم مجددا، معكم نورس علي، وبهذا الفيديو سنتعلم كيفية إضافة عنصر لـ Object بطريقة سهلة جدا. فبكل بساطة سنقوم بإنشاء Object. فدعونا ننشئ Object، مثلا هذه الـ Object بهذا الشكل، ففيها يوزر نيم مثلا علي، وفيها Age مثلا 5، وفيها إيميل علي الذي هو mail أو m@ali.com، ونغلق هذه الأوبجكت. فإذا الآن لدينا هذه الأوبجكت، فإذا ممتاز. مرة أخرى لدينا هذه الأوبجكت. الآن نريد أن نضيف عنصر على هذه الأوبجكت بكل سهولة. فبكل سهولة سنكتب أوبجكت يساوي، ونفتح كيرلي براكت شديدة، ونستخدم السبريد أوبريتر الذي هو دوت دوت دوت، ثم نكتب أوبجكت، وهذا يقوم بتحليل عناصر هذه الأوبجكت السابقة هنا، ثم نكتب الشيء الجديد الذي نريد أن إضافته، مثلا مارك مثلا 90، وثم نغلق. فإذا لاحظوا الآن الأوبجكت الجديدة فيها مارك 90. فإذا قمت بكتابة أوبجكت دوت مارك حصلت على 90. هذه الطريقة أيضا نستخدمها بشيء آخر، وهو أحيانا نريد أن نقوم بتعديل عنصر من عناصر هذه الأري بناء على إدخال المستخدم. يعني المستخدم الآن قام بتعديل عمره مثلا من 5 سنوات ل6 سنوات، فكيف يمكن أن نعدل ذلك؟ فبكل بساطة بنفس الطريقة تماما نكتب object يساوي، نفتح curly brackets، spread operator للنشر، spread يعني نشر، نشر أو تحليل عناصر الأري الأوبجكت السابقة عفوا، وهنا نريد أن نعطي قيمة جديدة للعمر أو الأيج، فالكي هنا سيكون هو الأيج، فيمكن أن نكتب هكذا أيج، وهنا أكتب مثلا 6 سنوات، وأغلق الأوبجكت. فإذا الأوبجكت الجديدة الآن، أو عفوا ليست الجديدة، الأوبجكت التي قمت بالتعديل عليها نفسها أصبحت العمر فيها 6 بعد أن كان 5. طبعا أنا استطعت إعادة الكتابة على أوبجكت، والسبب أن أنا قمت بتعيين أوبجكت ب let، وعندما تعين شيء بالليت فيمكن أن تكتب مثلا let x تساوي 5، وثم تريد أن تعدل قيمة x فتكتب x تساوي مثلا 6، والآن x تساوي 6، هذه بالليت، وهذا درس آخر نتعامل مع let وconstant لاحقا. فإذا أتمنى أن هذا الفيديو كان مفيد، ونلتقي لاحقا، مع السلامة.